لو احنا عايزين يا باشمهندسين نعمل مثال على الاعمده، عايز اعمل مثال على الاعمده، ده الشيت اللي حضرتك هتروح ترسمه في البيت. حضرتك هترسم كل الاعمده دي، تمام؟ فخليني ارسم معاك اي واحده منهم عشان حضرتك تبقى عارف هما بيترسموا ازاي. وليكن ان انا عايز ارسم ده، تمام؟ مثلا كلهم شبه بعض، بالمناسبه كلهم شبه بعض، تمام؟ يعني ده زي ده زي اللي تحت، كلهم شبه بعض، خلاص كده؟ نعمل ده؟ ماشي، نعمل ده. خلاص يا باشمهندسين مفيش اي مشاكل. لو انا عايز ارسم العمود ده، العمود ده كام في كام؟ 30 في 80. فانا هروح كده افتح اي لوحه ايه، تمام، وابدا ارسم عمود 30 في 80 اهو. هل ينفع ارسم على طول كده ولا اروح اجيب اللير الاول؟ قمت انا جايب اللير كده، قمت جايب اللير كده يا باشمهندسنا العزيز، وقمت جاي رسم. ارسم كام في كام؟ 30 تاب 80. حلو، طالع العمود اهو كبير قوي كده. ليه طالع كده؟ عادي ولا يهمك انت، ما يهمكش انت، ما يهمكش، انا كتبتها 30 في 80، المهم ان الباقي كله يبقى متناسب ليه، صح ولا مش صح؟ مش دي 30 سم ودي 80 سم، الباقي كله متناسب ليه؟ احنا مش احنا قلنا ان احنا اصلا هنا في الاوتوكاد مش بنرسم بوحدات، انا رسمت دي 30 في 80، المهم ان السيخ اللي 16 مللي يترسم كام؟ 1.6، طالما انا شغال كله بايه؟ بالسنتي. طيب حلو يا باشمهندس، اهو اقوم واخد ده كده، اخده كده بس اعمل له موف عشان نبقى في ايه؟ في حته امان بعيد عن الكلام ده كله، اهو حطيت العمود هنا اهو. حلو يا باشمهندس، بعد ما عملت العمود هتحتاج تعمل مين؟ الكيان اللي جوه العمود. طب الكيان اللي جوه العمود اعملها بامر ايه؟ اوفست. فقمت انا مختار العمود وقمت كاتب اوفست. اعمل اوفست قد ايه؟ بمقدار الكفر. الكفر كان قد ايه؟ 2.5 سنتي. فقمت كاتب 2.5 سنتي وعاملها جوه. في مشكله؟ في مشكله ان اللي جوه ده او اللي بره ده خرسانه لكن اللي جوه ستيل. فقوم واخد دي موديها للايه؟ لللاير بتاعت الستيل. في حاجه صعبه؟ انت كنت تعملها كده، انا مش هعملها، لا حول ولا قوه الا بالله. اصبر اصبر، تمام كده. عملنا الايه؟ المستطيل. بعد ما عملنا المستطيل بقى ان انا اعمل ايه يا باشمهندس؟ للسياخ التسليح. فعشان تعمل السياخ التسليح بتترسم بامر اسمه دونت، صح الكلام؟ امر اسمه دونت. دونت دي اللي هي حاجه شبه القرص كده، هو المفروض ان هو في حاجه اسمها دونتس اصلا بتتاكل يعني، فبما انكم مش عارفينها، تمام عارفينها اهو. لا استنى ما تشوف بس الشيب شربيني ده، لا كمل والله اوصف لي، قول لي المقادير، قول لي انا نسيت الثانيه، قول لي بقى الثانيه وعسل يا عم خلص. انا مش فاهم في امر اسمه دونت. حلو الكلام. الامر اللي اسمه دونت ده بيبقى بالمنظر ده يا باشمهندس كده، وبيبقى عباره عن دايره وجواها دايره ثانيه كده، والدوس اللي بره ده كده بيبقى ايه؟ حلو الكلام. ده المنظر بتاع دونت. انا ده اللي بستخدمه في ان انا ارسم مساحه التسليح. لما تيجي ترسم ده بيطلب منك الرادياس الداخلي وبيطلب منك الرادياس الخارجي. فلو حضرتك دخلت الرادياس التسليح ده بصفر يبقى ده كله هيبقى ايه؟ صفر. فهو ده اللي احنا هنعمله. هنيجي نكتب كده الامر بتاع دونت وتدوس انتر. فاقول له الرادياس الداخلي، قلنا اتفقنا بكام؟ دي او. الريديس الداخلي الريديس الداخلي بمقدار كام؟ صفر. والريديس الخارجي بمقدار كام؟ احنا رسمين دي 30 سم في 80 سم وده 16 ملم اللي هو 1.6 سم. قمت كاتب كده 1.6 وقمت دايس انتر. تعال حط السيخ، قرب كده وزوم وبعينك يعني، انا مش لازم اعمله تانجنت بالظبط لان كده كده اصلا الرسمه كلها مش ايه؟ مش كده. انا رسمت ايه يا باشمهندس؟ رسمت اول سيخ. في مشكله؟ في حد مش فاهمه؟ نعم. تاني امر اسمه دونت، بتروح ضاغط عليه. بعد كده الريديس الداخلي هيبقى بصفر والريديس الخارجي او الدايمتر الخارجي هيبقى بكام؟ 1.6. قمت دايس كده وتحط بقى السيخ في المكان اللي انت عايزه. خلاص كده واحد كولوم وواحد ستيل بس. هي مكتوبه ستيل.
اي لاير، بس انا مش عايز ارسمهم كلهم شبه بعض. طيب عايز احط سيخ زي ده الناحيه التانيه هنا، اعملها ازاي؟ ما هو كوبي بقى انت لازم تبقى عارف المسافه دي بالظبط. بالظبط، افضل حاجه هو الامر بتاع ميرور، فهنعمل خط مساعد كده، نعمل خط مساعد كده وخط مساعد كده، دول هيساعدونا جدا في الرسم. حضرتك هتاخد السيخ ده وتعمل له ايه؟ تعمل له ميرور. اعمل له ميرور فين؟ على الخط ده. هل انت عايز تمسح دي ولا عايز تسيبها؟ عايز تسيبها. خلاص كده يا باشمهندس، عملنا ايه؟ الاثنين دول، والاثنين دول في اثنين مالهم؟ زيهم كمان، بس قبل ما نعمل الاثنين زيهم كان في واحد فين؟ في النص. اعمل اللي في النص ده ازاي؟ نفس القصه بالظبط، اخد ده كده واعمل له ايه؟ اعمل له كوبي، حلو؟ منين؟ من السنتر بتاعه. ممكن امشي بايدي كده واروح ايه؟ موسطه نص سنتر على السنتر وخلاص. لا انا عايز بقى اظبطها بالظبط، شيفت كليك يمين ميد بتوين تو بوينت، النقطه اللي هو السنتر ده والسنتر ده، يبقى هي ده كده فين؟ في النص ايه؟ بالظبط. او واخد الثلاثه دول كده واعمل لهم قمش ميرور، صح الكلام؟ هعمل لهم ميرور حوالين الخط ايه ده، بقى هم موجودين ايه فوق. يبقى كام سيخ بقى اللي لسه ما اترسموش؟ واحد اتنين تلات. المسافه دي كلها كانت كام؟ 80، صح ولا مش صح؟ يبقى كل مسافه من دول تبقى قد ايه؟ 80، وشلنا 5 كفر، صح الكلام؟ يبقى 5 75. اتفضل تمام، 75. طيب يا باشمهندس ال 75 دول تتقسموا على كام مسافه؟ 1 2 3 4. حد كده يحسب لي ال 75 على الاربعه بكام؟ بس يحسبها بجد، ما انا عايزها عشان اعمل اري. كام؟ 18 75. طيب بص كده بقى يا باشمهندس، هتيجي بقى ممكن تعمل ايه؟ ده يتعمل باكتر من حل. الحل الاولاني ان انت تعمل كوبي بكل سهوله، ان انت تاخد ده كده تمام واعمل منه ايه؟ كوبي. فين يا باشمهندس؟ اهي من السنتر. على بعد قد ايه يا باشمهندس؟ 18 75، وادوس انتر. ايه اللي حصل؟ ترحل شويه كده تمام، اعمل كنترول زد تمام واطلع كده رأسي 18 75 تمام يا باشمهندس. وبعد كده اعمل ايه؟ واعمل ايه؟ 18 75. طب ما انا بدل ما اقعد اعمل القصه دي كلها، ما الافضل اعمل array، صح الكلام؟ طب اعمل array، ده array فيه منه صفوف واعمده، صح ولا مش صح؟ فانت ممكن تعمل array rectangle اهو، اخد كده ده واقول له اعمل لي array، اقول له array ايه؟ ريكتانجل مثلا، حلو الكلام؟ وادوس انتر. طب وبعد ما عملت array rectangle ادوس انتر، ما هيبقى صعب، انت هتدوس دبل كليك وتبدا تقول له انا عايزهم كام كولوم؟ واحد، وكم صف؟ ثلاثة، حلو الكلام؟ مشكلتك كلها تبقى في المسافه اللي ما بينهم. طب انت مش هتعرف تجيب المسافه دي، تبقى صعب عليك، صح؟ تقعد تحسب السنتر والسنتر الثاني وتزود عليهم بالظبط. يبقى الاسهل من ان انت تعمل اري ريكتانجل اصلا ان انت كنت تعمل اري ايه؟ ان انا اعمل اري باس. طب ازاي اعمل اري باس؟ لازم ارسم خط الاول من هنا كده مثلا لهنا، وبعد كده هاخد ده يا باشمهندسنا العزيز واعمل عليه ايه؟ اعمل الري تمام يا باشمهندس، الري على باص معين. فين الباص ده؟ اللي هو ده، وادوس انتر. خلاص، طب اتكرروا كتير قوي، هنا بقى تقدر تعدلهم، تروح ضاغط عليهم دبل كليك وتدخل السبيسنج اللي هي قلته كام؟ 18 75. لا العدد مش هيتغير تمام يا باشمهندسنا العزيز، 18 ايه؟ 75. للاسف بتلاقي واحد جه زياده
فوق كده تمام، ممكن تمسحه بس مش هتعرف تمسحه عشان هو معمول ايه بلوك، فتعمل له اكسبلود الاول وبعدين تروح ايه امسح. في مشكله الثلاثه الحلوين دول اعمل فيهم ايه؟ شوف المثال الصغير ده حضرتك قاعد فيه قد ايه واستخدم فيه كميه اوامر قد ايه. ليه بقى؟ عشان هو الاوتوكاد كده يا ولاد. كده عملنا ايه؟ الاستياق بتاعتنا مظبوطه وزي الفل. في حد عنده مشكله؟ حد مش فاهم؟ بقى ان انا اعمل القناه، هتيجي هنا كده حضرتك وترسم خط من هنا لهنا. تمام يا باشمهندسنا العزيز؟ وتيجي حضرتك تيجي ترسم لي خط من هنا لهنا. وتيجي حضرتك ترسم لي خط من هنا لهنا. خلاص؟ هل هي كده الكنات مظبوطة؟ لا، بس حضرتك ممكن تظبطها، ازاي؟ الكنة دي كانت فوق ولا تحت؟ كانت تحت، فحضرتك هتروح ماسك الخط ده وتعمل له موف، موف مسافة قد إيه؟ من هنا أعمل له المقدار بتاع السيخ، السيخ ده كان كام؟ 1.6، يبقى أعمل له 8. جاي بالظبط ومماس ولا مش جاي بالظبط ومماس؟ جاي بالظبط ومماس، حلو الكلام؟ هنا السيخ ده كان فوق ولا تحت؟ أخير. كان فوق يبقى اعمل له برده نفس القصه، امسك كده ده واعمل له موف وامسك السنتر واطلع بيه، اطلع بيه كام؟ 8 من 10، جاي بالظبط وايه؟ ومماس. طب بالنسبه لده اعمله له مره فوق ومره تحت، بس اعمله ايه بقى؟ كوبي اهو. تمام؟ او ان انا اخده واعمل منه اسهل اوفست، صح؟ بيقول لك سبيسيفاي ايه؟ الديستانس بتاع الاوفس تقول له كام؟ 8 من 10، واحد تحت واحد فوق. او كنت حضرتك ممكن تعمل له ايه؟ ملتي لاين. حلول ايه؟ كتير. ادي الكنات بتاعت حضرتك خلصت ومظبوطه وصح ولا لا؟ هتروح واخد الكنات دي مع حضرتك الخط ده وتروح واخدها ايه؟ من السنتر هنا وتحطها لي فين؟ تحطها لي هنا كده بره. وبعد كده هتاخد الخطوط دي كده وتاخدها موف وتحطها لي هنا كده. تمام يا هندسه؟ تمام يا هندسه. بعد كده انا عايز اعمل ايه؟ عايز اقفل الكيانه دي. بص بلقطها ازاي؟ ركز معايا، بص بلقطها ازاي؟ كده وانزل تحت. باشمهندسين في واحد بيتكلم اقسم بالله يعني خوتني، وهو واحد بس يا عم. انا ما قلتش ان انت ولا شايفه اصلا. تمام يا باشمهندسين، القط النقطة دي كده واطلع لفوق. نعم ارسم على اليد اسهل، ما هو ده واحد، بعد كده ترسم كله. وبعد كده هندسة نقفل ده، وبعد كده هندسة تقفل ده. خلاص كده قفلنا الايه؟ المستطيلات بتاعتنا. بقى ايه؟ المستطيلات دي ما كانتش مظبوطة، المفروض يتعمل لها فيلت، صح الكلام؟ فتروح حضرتك تعمل فيلت كده من هنا. أمر ايه؟ فيلت. يسألك على الراديوس فتقول له إن الراديوس بتاعك كام؟ 8 من 10، مظبوط أهو. بس احنا كده مدخلينه غلط. تاني فيلت واروح على الراديوس وادخل له كام؟ 8 من 10. وتبدا حضرتك بمنتهى السهوله تعمل ده مع ده. بعدين انتر وتعمل تاني ده مع ده. بعدين انتر تعمل تاني ده مع ده. وهكذا بقى انتر. ما تطقطقش يالا. حلو؟ في امر تاني اسرع من ده. في امر تاني اسرع من ده. حلو؟ ان انت ممكن تعمل فيلت تمام وتروح مدخل الراديوس اللي هو كام برضو 8 من 10 وتختار من هنا بولي لاين وتروح مختار اي بولي لاين روح عامله لك، بس انت اصلا ما كنتش عامل دول ايه؟ بولي لاين، فاضطر ان انت تعمل ايه؟ امسك دول كده واعمل لهم جوين، ساعتها ده بقى بولي لاين وده بولي لاين وده ايه؟
بعد كده اعمل فيلت والريديوس كام؟ 8 من 10 وبعدين بولي لاين. بمجرد ما تضغط على ده يتعمل الاربع اركان، بعدين انتر. وبمجرد يتعمل الاربع اركان نفس الكلام هنا. خلاص كده هندسه كده متظبط وكل حاجه تمام. يتبقى لك بس ان انت تعمل ايه، تاخد بقى اي تكست وتكتب اللي انت عايزه. بالمناسبه برضو هو مش مرسوم قدامي هنا، بس انت لو عايز ترسمه ترسمه ازاي قول لي انت. حضرتك ادي عندك دايره اهي وعايز ترسم خط كده تمام موازي للدايره دي، فتدوس شيفت كده وكليك وتروح مختار من هنا ايه تانجنت. انا مش شايف تعمل واحد شبه الناحيه الثانيه، يبقى هو ده ايه حط بس 2 سم قدام بس. ماشي كده يا باشمهندسين. الفاي بتتكتب ازاي بقى؟ ايوه ليها اختصار اللي هو في ال 100% سي، في ال 100% سي. يعني انا عايز اكتب 3 فاي مثلا، عايز بس احط اي تكست يكون انجلش. تمام يا باشمهندسين، عايز اكتب بقى ايه، اكتب اللي انا عايزه هنا. فانا هكتب مثلا، انا لسه ما عملتهاش يا ابني، كتبت كولم 1 اوكي. انا كده كتبت ده كولم 1 اللي هو ايه كده. عايز تكبره شويه تعمل ايه، سكيل ومن اي نقطه كده وكبره يا سيدي. خلاص كبرته، بعد كده اعمل له ايه موف، هاته هنا كده في نص العمود. وبعد كده نفس القصه، تاخده تعمل له كوبي وتجيبه ايه من هنا، تجيبه تحت. وبعد كده تكتب ان ده تسليحه كان كام في كام، 10 فاي 16. فتروح ضاغط عليه كده دبل كليك و10. الفاي بتتكتب عباره عن في المية في المية سي وبعدين 16. نعم، بشرطة واحدة، عايز اللي هي بشرطتين أو أي حاجة تمام، هتلاقي الكود بتاعها أنا مديهولك هنا في المذكرة. كل واحدة فيهم ليها كود، يعني اللي هي بشرطتين في المية في المية 2 3 2. والله الناس مهما تعمل لها عمرها ما يعجب. يعني أنا لو قلت لك خدها من الرسمة خلاص هتقول لي أنا عايز أكتبها، لو كتبتها لك هتقول لي لا أنا خدها من الرسمة وإيه وخلاص. احنا قلنا ايه بقى؟ في المية في المية في المية في المية 2 3 2 16. لا لا عشان الفونت بس، دي بتاعت العربي يعني، لو الفونت ده عربي تتعمل. جربها لك عليا النعمة. ابدا لا لا، ماشي. في حد كده عنده اي مشاكل؟ حد لا قدر الله مش فاهم حاجه؟ حد وليعوذ بالله عايز نعيد له حاجه؟ ماشي.